بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتعرض لادنس جديده في الريفت اسمها اي ان تي اي تي اي مسافه اي ار في ار. اي ار اللي هي اوجمانتد رياليتي اللي هو الواقع التعززي، هو ان انا ابقى شايف المكان اللي انا موجود فيه وشايف معاه كمان عنصر من عناصر اللي هي ثلاثيه الابعاد. يعني ممكن اكون موجود في المكان بتاعي وبقى احط كرسي منزله موديل احطه وشايفه في المكان ده هيبقى شكله ازاي، تمام؟ او بستخدم في الالعاب ان انا ابقى شايف لعبه في قلب الشارع اللي انا فيه او في قلب البيت اللي انا فيه، تمام. الفي ار ببقى مش شايف حاجه غير المبنى اللي انا موجود فيه او الموديل اللي انا عامله، يعني مجرد ان انا هلبس النظاره بتاعت الفي ار فمش شايف اي حاجه من اللي حواليا، ببقى شايف بس الموديل اللي انا بنيته، تمام. فده مثلا موديل كل اللي انا عليا ان انا هقول له حوله لي لاوجمانتد رياليتي او فيرتشوال رياليتي هو يبعتها لي على الايميل. الموضوع في غاية البساطة. تمام، هيقول لك اكتب الايميل مرتين للتأكيد ويبعت لك الموديل دوت. وبعد كده بقى تشوف اذا كنت هتنزله على الاندرويد او الابل زي ما انت حسب الجهاز اللي عندك، وان شاء الله تلاقي الروابط المفيدة للموضوع دوت اسفل الفيديو.